بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الثانية من المحور الثاني. نبدأ في هذه المحاضرة بالستريس كونسنتريشن فاكتور، أو ما يسمى بالستريس كونسنتريشن زون، أماكن تركيز الإجهاد. وهذه الأماكن دائما وأبدا تكون في التغير الفجئي في مساحة المقطع. نلاحظ هنا أنه مساحة المقطع شكلها مستطيل، جراء هذا الثقب صارت مساحة المقطع أصغر فينتج عنه تركيز للإجهاد. نلاحظ على هذه الرسمة أنه عند هذه الحافة في الثقب يكون عندنا الإجهاد في أقصاه، ماكسيموم ستريس، سيجما ماكس. ومن الممكن معرفة السيجما إيفريج عند هذه المناطق. لحساب الإجهاد لابد من معرفة الستريس كونسنتريشن فاكتور. يتم هذا عن طريق رسومات. هذه الرسومات حسب الشكل اللي معنا، هل التغير الفجئي في المقطع أو مساحة المقطع هل هي بهذا الشكل أو شكل ثقب، على حسب. فهنا مثلا على حسب المقاسات هذه كلها بإمكاننا حساب سيجما أفريج، ثم تحديد الكي من هذه الرسمة ستريس كونسنتريشن فاكتور، أو هنا السيجما أفريج أيضا، أوكي. ويصير السيجما ماكسيموم كم يساوي، لأنه الديزاين والتصميم لابد يكون على حساب السيجما ماكسيموم حتى لا يتم تجاوزه، يساوي الستريس كونسنتريشن فاكتور ضرب السيجما أفريج، متوسط الإجهاد. هنا معانا مثال: ستيل بار has the dimension shown in figure. هذه المقاسات كلها معطى هنا. If the allowable stress is sigma equal 115 megapascal, determine the largest axial stress, largest axial force, sorry, P that the bar can carry. يعني البي اللي ما نبحث عنها هي البي أساسا، البي المسموح بها. الحل كالآتي: By using graph and calculation and calculating the necessary geometric parameters yields. فنبحث عن المعطيات. أول شيء الشكل هذا موجود معنا هنا، إذن سنستعمل هذه الرسمة. لابد من نبحث على ماذا؟ W على H، R على H، حتى نحدد قيمة الـ K. والسيجما أفريج هي P على HT، كل المعطيات موجودة معنا. فالR على H تساوي 0.5، W على H تساوي 2، نستنتج أنه الK تساوي 1.4. خلينا نشوف الجراف. 0.5 و 2 هنا على الجراف، R على H 0.5 و W على H 2. فنسقط هذه على الكيرف، هذه النقطة، ثم نسقطها هنا. الكي تساوي 1.4. ثم بعد ذلك the normal average stress at the smallest cross section sigma تساوي P على H T. سيجما أفريج هي P على HT. حساب السيجما يعطينا 0.05 ضرب الـ P ميجا باسكال. سيجما ألوبل تساوي سيجما ماكس يلدز. سيجما ألوبل تساوي K ضرب السيجما أفريج. الألوبل ستريس معطى 115 نيوتن على مليمتر تربيع، يساوي 1.4 الK ضرب السيجما أفريج 0.05 البي. وبالتالي يتم حساب البي يساوي 16.43 كيلو نيوتن. معانا الاكزامبل 2: steel strap is subjected to an axial load of 80 كيلو نيوتن. Determine the maximum normal stress developed in strap and the displacement of one end of the strap
with respect to the other end. The steel has yield stress 700 megapascal, and the modulus of elasticity or Young's modulus is 200 gigapascal. مطلوب منا displacement على واحدة من الحافات. By inspection, the maximum normal stress occurs at the smallest cross section, where the shoulder fillet begin at B and C. The stress concentration factor is determined by from the figure. We requires R على H 0.3, W على H 2. حسب الفيجر نتحصل على K تساوي 1.6 سيجما ماكسيموم تساوي K ضرب سيجما افريج تساوي 640 ميجا باسكال. Notice the material remain elastic. مدام الاكتوال ستريس أصغر من السيجما واي فهو باقي إلاستيك، لم يدخل في منطقة التشكل الدائم. بالنسبة للديسبليسمنت فدلتا اي على دي تساوي سيجما بي ال على اي اي. طبعا هذا مأخوذ من قانون هوك، هوكس لاو، سنراه لاحقا في هذا المحور. طبعا معانا منطقتين في هذا في هذه القطعة، المنطقة الأولى دبل والمنطقة الثانية. طيب نرجع للمقاس هنا، شكل القطعة المنطقتين بنفس المقاسات A B و C D، ثم المنطقة الوسطى يتم حسابها لحالها. مساحة المقطع تختلف والطول يختلف. هنا معانا على كل منطقة ال L تختلف، الاريا تختلف، اي نفسها، فورس نفسها، لكن المساحة تختلف، وبالأخير المجموع يعطينا 2.2 ملليمترز.